قبائل مأرب حجر العثرة أمام مشروع الإمامة ورأس حربة مشروع الدفاع عن الجمهورية. هل تغير قبائل مأرب المعادلة العسكرية اليوم كما فعلتها في 2015؟ لكن ماذا عن الجيش الوطني؟ هل أزيح عن صدارة المشهد اليوم لتحل محله مؤسسات القبيلة؟ عقد وزير الدفاع ومحافظ مأرب قبل أيام اجتماعا موسعا لهيئة الإسناد الشعبي للجيش والمؤلفة من زعماء قبائل محافظة مأرب، وبالتزامن مع تصعيد الحوثيين على مأرب حشدت القبائل آلاف المقاتلين للجبهات وتمكنت من تحقيق انتصارات نوعية آخرها السيطرة على مناطق واسعة في جبل هيلان الاستراتيجي. قبائل مراد وعبيدة وغيرها من قبائل مأرب تاريخ طويل من مواجهة المشروع الإمامي وكسر شوكته، آخرها ما حدث قبل 5 سنوات عندما صدت زحف الميليشيا وعادتها من أبواب مأرب تجر أذيال الهزيمة من دون تدخل خارجي حينها ولا حتى من مؤسسة الجيش. اليوم وبعد 5 سنوات من تأسيس جيش وطني وتدخل التحالف تعود القبائل إلى واجهة صدارة لتحمي المدينة وكأن شيئا لم يكن خلال هذه 5 سنوات. وإن شاء الله تعالى سنكون رافدا ومعينا لقوات الجيش الوطني، ونحن نكلمكم الآن وانتصارات في صرواح، انتصارات مرض الميدان هناك، انتصارات في صرواح وتكبيد العدو خسائر، وإن شاء الله تعالى العدو منكسر وسيعود إلى كهف مران من حيث انطلق. كأن المعركة قد عادت إلى لحظاتها الأولى، لحظات خذل الجميع البلاد وتهاوت المدن تحت ضربات الميليشيا، فانتفضت قبائل مأرب للدفاع عن المدينة فيما عرف حينها بمضارب نخلة. لكن اليوم ويا للمفارقة، بعد 5 سنوات من الإعداد لمعركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، تعود قبائل مأرب إلى واجهة الأحداث تحت لافتة هيئة الإسناد الشعبي للجيش الوطني. عودة وزير الدفاع إلى القبيلة طلباً لإسناد الجيش يكشف عن إخفاق بعمر 5 سنوات. تستند قبائل مأرب إلى تاريخ عريق من النضال ضد الإمامة والإنجليز، كما خاضت حروباً كثيرة أبرزها معركتها ضد ميليشيا الحوثي منذ اليوم الأول للانقلاب. يرى كثيرون أن القبيلة بوحدة صفها قد تغير معادلة المعركة وتكسر زحف الميليشيا المحيطة بمأرب من جهاتها المختلفة. غير أن السؤال الأبرز، هل تمخضت حرب التحالف لتنجب هذا الخذلان الكبير الذي تشهده الحرب اليمنية؟ وأين هو الجيش الذي تم إعداده خلال 5 الأعوام الماضية؟ شهد الجيش الوطني انتكاسات كثيرة في طريقه إلى صنعاء قبل أن يعود للدفاع عن مأرب، وسبق أن اشتكى عدد من قياداته من نقص في العتاد والتمويل ومن مخططات التحالف ذاته ومساعيه للحيلولة دون استمرار المعركة، بما في ذلك استهداف طلائع الجيش الوطني بغارات جوية. ناهيك عن الفساد الذي ضرب المؤسسة العسكرية والاتهامات التي أشارت إلى أكثر من جهة للتلاعب في الراتب والأسماء الوهمية، تثبت انتصارات الجيش الوطني وآخرها المكاسب التي حققها في جبل هيلان الاستراتيجي بالأمس أن الجيش قادر على تحقيق الانتصار الكبير على ميليشيا الحوثي والوفاء بوعد استعادة الدولة، إلا أن فساد الشرعية وحسابات التحالف كانت هي السبب في خروجه عن الجاهزية بعد أن أفرغت الوحدات من قوامها وأبعدت الكثير من القيادات الوطنية والمهمة. ليبقى الحال كما هو عليه الآن مفتوحاً على كل الاحتمالات، إلا من نصر نقي لا تشوبه إعاقات التحالف. أبدأ النقاش مع ضيفي من مأرب عبر الأقمار الصناعية العميد حمد بن أوهيت، ضابط في الجيش الوطني. أهلا بك سيادة العميد. حياك الله. سيادة العميد، اليوم قبائل مأرب تستنفر وتحشد رجالها لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي باتجاه المحافظة، لماذا تم اللجوء إلى القبائل؟ لماذا تفعلون ذلك؟ والله قبائل مأرب، أولا قبائل عبيدة، قبائل الجدعان، قبائل جهم بني جبر، قبائل مراد، و
قبائل بني ظبيان وقبائل النهم، وأرحب الموجودين هنا في مأرب، يعني هم طوق مأرب ومشاركين مع الجيش الوطني، والحمد لله على النصر اللي قد سمعتوا به في هذا اليومين. فإن شاء الله أن النصر قادم علينا والطريق مستمرة، طريق جحانة صنعاء إن شاء الله. طيب ما حقق؟ ألم يكن الجيش الوطني قادر على فعله دون الحاجة لإسناد القبائل؟ إلا الجيش هو قادر، لكن بعض القبائل قد دخل من 2016 و2015 دخل مع الجيش الوطني. طيب سيادة يعني العميد، قد في 50-60%. نعم أكمل الفكرة سيادة العميد. أقول المقاومة كانت من أول في 2015، لكن الآن 50-60% قدهم جيش وطني. الجيش وطني كله، القبائل مشاركة مع الجيش وقد هي جيش وطني، واللي ما هو في الجيش الوطني مشارك جنبا إلى جنب. طيب السؤال الآن، أنت كضابط في الجيش الوطني كيف اليوم تقيم هذه المؤسسة، مؤسسة الجيش الوطني؟ والله المؤسسة نشكر الأخ وزير الدفاع ورئيس الأركان، لأن وزير الدفاع هو أول من أسس الجيش في العبر، يعني وله الشكر لأنه أول من أسس الجيش وجمع الألوية وجمع الكتايب في ذاك الوقت في 2015، هذا نقول له الشكر. طيب اليوم في هذه المعركة من هو الفاعل الرئيسي في المعركة الحاصلة في مأرب، هل القبائل أم الجيش الوطني؟ لا كلهم جنبا إلى جنب، الجيش الوطني بقيادة قائد المنطقة وأركان المنطقة اللي هو صالح العامري وقائد الأمن المركزي أبو محمد شعلان، هؤلاء موجودين في المقدمة، في مقدمة الصفوف، والقبائل اللي ما دخلت في الجيش هي مع الجيش جنبا إلى جنب حسب ما ذكرنا، القبائل كلها المتواجدة والقبائل اللي خرجت من هاربة من الحوشي من الميليشيات الحوثية هم موجودون في مأرب ويعتبرون طوق مأرب. عن أي قبائل تقصد؟ أقصد القبائل كلها، حتى من الجوف، من صعدة، من عمران، من حجة، من المحويت، من ذمار، من البيضة، من إب، من عدن، من بيحان، من كل القبائل الموجودة في مأرب. طيب سيادة العميد، الجيش جيش واللي ما هو في الجيش. طيب سيادة العميد، السؤال مطروح الآن، بعد 5 سنوات من تأسيس الجيش الوطني ومعركة استعادة الدولة من ميليشيا الحوثي، ألا يفترض أن تكون المعركة الآن هي من مهمة هذا الجيش ومهمة الدولة للقبائل؟ نعم يعني أنا أقول الجيش الوطني هو الأول في الخط الأمامي، الجيش الأول في الخط الأمامي هو الأول، والمقاومة إلى جانبه، لا أن المقاومة الآن قد انخرطت مع الجيش. طيب سيادة العميد، دخول القبائل اليوم في خط المواجهة ضد التصعيد الحوثي، هل سيغير المعادلة ويكسر هذا التصعيد والزحف؟ إن شاء الله إحنا واحد، الجيش حن جيش، كنا لابسين رسمي، وكنا والمقاومة لابسة رسمي، فالجيش كله تحصل في 115 من المقاومة والباقيين قدهم داخلين في الجيش. طيب ماذا عن مستوى الدعم والإسناد الذي يقدم للجيش والقبائل في هذه المعركة؟ هل هناك أي دعم وإسناد؟ هل تغيرت الأمور ما بعد سقوط الجوف؟ والله الدعم من التحالف، الدعم من السعودية مشاركة معنا جنبا إلى جنب، المدفعية بالطيران، يعني الطيران يعني واصل، يعني طلعات بالساعة اليومية طلعات. نشكر التحالف، نشكر السعودية ونثني لها الشكر. طيب
سيادة العميد، أهمية أنت تحدث تقول أنه من المهم أن يكون هناك اليوم دور للقبيلة في إسناد الجيش الوطني في هذه المعركة. البعض يقول أن القبيلة ربما تعرقل وتعيق الدولة، ما رأيك؟ لا 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 لا، وحتى كلم يقول أن القبيلة أحسن من الجيش، لا لا هذا كلام لا لا صحة. الجيش والمقاومة اللي داخله ما قد دخلت في الجيش، هم في خندق واحد، في خندق واحد. لا، سؤالي الطرح الذي يقوله البعض أنه القبيلة عندما تدخل في مهام الدولة فهي تعرقل عمل الدولة. لا 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 لا، فيه أشياء لم أستطيع أن أذكرها، فيه أشياء تعرقل لم أستطيع أن أذكرها، مثل ما حصل في اكتاف، مثل ما حصل في الجوف، مثل ما حصل في لبنات، لم أستطيع أذكرها بالاسم، لكن هي معروفة عند الدولة، معروفة عند وزير الدفاع، معروفة عند المحافظ الشيخ سلطان العرادة، معروفة عند رئيس الأركان، معروفة عند قادة المناطق، قايد الفرضة، قايد مارب، يعني القادة كلهم عارفين من حصل منها التكاسل وحصل منها التراجع عن الجبهة، هو معروف بالاسم، لكن أنا مع احترامي لم أذكرها الآن. طيب، وسنذكرها فيما بعد. تمام، ما المتاح والممكن لك الآن كشخصية وطنية أن تذكر الآن في هذه اللحظة حتى يتم الاستفادة من هذا القول في معركة مأرب ولا يتكرر السيناريو الذي حصل في الجوف ونهم، للأمانة وللتاريخ؟ لا 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 لا، اللي حصل في الجوف أو غيره حصل فينا كنا، لأن احنا يمنيين كنا، ومحافظة الجوف هي مع محافظة مأرب، ومحافظة مأرب مع محافظة الجوف، يعني في ذا اليومين وزير الدفاع متحرك في جيش إلى محافظة الجوف إلى الحزم، والمعركة الآن على قدم وساق، ومشكورين المشاركين هناك من القبائل، من مأرب، من الجوف، من جميع القبائل المشاركين هناك في خط الجوف غير خط مأرب. ما الاختلاف؟ خط صرواح. ما الاختلاف اليوم؟ عد السؤال. أن تقول أنه في خط الجوف غير في خط مأرب، وهذا يقود إلى السؤال اليوم، ما المتغير؟ نعم، وزير الدفاع يتقدم الجيش أمس واليوم إلى الحزم، إلى الحزم مديرية الجوف. طيب، تبقى معي سيادة العميد، وأرحب بضيفنا من إسطنبول الكاتب الصحفي فهد سلطان. أهلا بك أستاذ فهد. أهلا وسهلا، مساء الخير الكريم، مرحبا أستاذ فهد. لو أطرح عليك مباشرة العنوان الرئيسي لهذه الحلقة اليوم، القبائل اليوم، قبائل مأرب هي في مهمة الدفاع عن محافظة مأرب، بعد 5 سنوات أين هو الجيش الوطني وماذا عن دور الجيش والمنتظر من هذا الجيش؟ الجيش الوطني هو جيش قوي ومدرب وقادر على صنع فارق. لم تكن المشكلة في الجيش كجيش، ولكن كانت المشكلة في إدارة هذا الجيش وفي القرارات التي تأتي من فوق وفي التحكم بمسار هذا الجيش. الجيش صنع بطولات كثيرة، وهو غالة فأنه كان جزء أو فصيل كبير من هذا الجيش، هي المقاومة الشعبية التي تشكلت في بداية الأمر، وكان القبائل على رأس هذا يعني رأس حربة هذه التشكيلة الأولى للمقاومة التي تحولت فيما بعد أجزاء كبيرة منها إلى جيش. الجيش الوطني صنع معجزات وصنع وقادر على صنع فارق داخل المعركة لولا المشكلات السياسية. الجيش هذا لا يوجد له تغطية سياسية حقيقية حتى الآن، ويعني ليس جديدا أن نقول هذا الكلام ويعرفه الشارع اليمني بالكامل، لا يوجد له تغطية سياسية حقيقية. هنالك يستقر لكثير من يعني هنالك حالة إرباك تحصل داخل إدارة هذا الجيش وليس في الجيش، أما الجيش استطاع أن يقدم الكثير وقادر على أن يحدث فارق في المعركة خلال شهور. الخلافات داخل بنية هذا الجيش السياسية وليست العسكرية هي التي أحدثت هذه المشكلات، وخاصة تدخل التحالف، ومعروف هذه القصة الطويلة يعني. طيب، من يتحمل مسؤولية حالة الإرباك الموجودة داخل الجيش الوطني؟ يتحملها رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، لكن من نحمل يعني أصبح تحميل مثل هؤلاء مثل ما يعني فلسطين عندما تحمل إسرائيل،
يعني لا يوجد حساب ولا يوجد عقاب ولا يوجد انتخابات بحيث أنه سيتم انتخابات جديدة ولا هنالك أجهزة تشريعية ولا هنالك أجهزة قضائية. نحن في حالة مائعة للغاية، لا هنالك من يحاسب ولا هنالك من يعاقب ولا هنالك من يسأل ولا هنالك جانب أخلاقي ولا هنالك جانب وطني يستطيع أن يحرك ضمائر كثير من هؤلاء. يعني المسألة كما تعرف الآن، يعني هنالك عندما يكون هنالك دولة يكون هنالك أبعاد كثيرة وهنالك يعني حواجز كثيرة تستطيع أن تقف حواجز أمام أي تدهور. في الحالة الشرعية داخل اليمن لا يوجد هنالك لا بعد أخلاقي ولا بعد قيمي ولا بعد قانوني ولا بعد تشريعي ولا بعد قضائي ولا بعد، يعني كل هذه الأبعاد تم تدميرها. لا يمكن أن بأي حال من الأحوال أن يتخيل شخص أحد أن هنالك رئيس بهذه الصورة ولا أن هنالك نائب بهذه الصورة ولا أن هنالك يعني قائد وزير الدفاع بهذه الصورة. يعني عندما يحصل اجتماع قبل أسابيع وأحد الأشخاص الذين يعني عملوا هزائم فاضحة في صعدة وليس هو جزء من الجيش الوطني ويتم الاجتماع بحضور، يعني في مهازل كثير لا تستطيع أن تتخيلها. طيب لكن أستاذ فهد، بالنظر لما يحدث اليوم في مأرب، هؤلاء القادة اليوم اجتمعوا مع محافظ مأرب ومع القبائل وحققوا إنجازات ونصر في مأرب ودحروا تصعيد ميليشيا الحوثي. يا أخي الكريم، المعركة اليوم هي باختصار شديد التحالف لا يريد لهذه المعركة لا هزيمة ولا نصر، يريد أن يبقى بهذه الطريقة. يعني هنالك لعبة كبيرة، هنالك تهديد لمأرب اليوم، إما أن ترضخ مأرب وترضخ عدد من الأحزاب وترضخ عدد من القادة العسكرية لعدد من الإملاءات وعدد من الشروط، وإما سيتم تهديدهم. يعني حالة الشبوة واحدة من المشكلات داخل الشرعية التي يضغط عليها التحالف، يعني ومثلها كانت مأرب ومثلها كانت الجوف. يعني هنالك إشكالية كبيرة داخل الشرعية وداخل التحالف، إما أن يعني يقبلوا مثل هذه الإملاءات وإما أن سيتم عقابهم بهذه الطريقة. طيب ما رأيك أن أنقل هذه النقطة لضيفي العميد حمد بن أوهيط من مأرب؟ سيادة العميد، استمعت إلى حديث ضيفنا الصحفي فهد سلطان يقول أن اليوم التحالف لا يريد لمعركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي، لا يريد لا نصر لها ولا هزيمة، يريد أن تظل الأمور معلقة وأن يفرض شروطه على اليمنيين، ما رأيك؟ لا 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 لا، ما سمعنا بهذا الكلام. التحالف السعودية هي جزء من اليمن وإحنا جزء منها، لا يتجزأ. طيب إذا كانت الأمور كما تقولها، لماذا سقطت الجوف ومناطق في نهم إذن؟ والله قد ذكرنا لك سابقا، قد ذكرنا لك من سبب كسر الجوف وسحب القوات، قد ذكرناها لك ولا يمكن نذكرها الآن. فإن شاء الله النصر قريب. أهل الجوف بقيادة المحافظ وقيادة وزير الدفاع ورئيس الأركان هم قايمين الآن ومجهزين قوة إن شاء الله تدخل الجوف إن شاء الله. طيب أستاذ فهد، بعد 5 سنوات لماذا عاد الجيش للقبائل للدفاع عن الدولة؟ كما قلت لك، يعني هنالك إشكالية كبيرة، ومن حق أبناء مأرب أن يطالبوا للقبائل أن تعود القبيلة لحماية هذه المدينة. الجيش يحترم القبيلة، الجيش أو القبيلة كذلك تحترم الجيش وتحترم النظام وتحترم القانون، ويعني الجيش يشعر بإسناد عندما يكون هنالك قبائل وعندما يكون هنالك عندما يكون الكل متحفز لمواجهة أي خطر. هذا شيء طبيعي من الطبيعي جدا. كما قلت لك، لو أن هنالك تسليحا جيدا وهنالك تسليحا جيدا وهنالك إدارة لهذا الجيش لن يحتاج للقبيلة مطلقا، لن يحتاج للقبيلة ولن تتدخل القبيلة في هذه المعركة. إذا كان هنالك تسليح، إذا ترك لهذا الجيش أن يؤدي واجبه الوطني على أكمل وجه. لكن الذي يحصل مثلا في الذي حصل فيه ما انسحابات، يعني معركة أو منطقة يعني دفعوا فيها خيرف الرجال وقتل فيها أشرف المقاتلين، ومع ذلك يأتي أمر بالانسحاب وينسحبوا في ليلة وأضحى وتسلم كل المعركة من أولها لآخرة. قلت لك في البداية هنالك مشكلة داخل الجيش وهنالك مشكلة مع التحالف معروفة لدى الجميع. لا يمكن أن يكون هنالك تحالف بهذه الطريقة ويتحول الحوثي خلال 5 سنوات من يعني من محاصر إلى من مدافع إلى مهاجم، وأن يعني من شخص كان
يهرب الأسلحة إلى اليوم يتحدث عن منظومة صواريخ ويصل بها إلى السعودية ويفعل كل ما يشاء. يعني نستطيع هذه القضية أعتقد قتلت حديثا وبحثا حول قصة السعودية في اليمن، وظهرت كثير من الأطماع وظهرت كثير من التفاصيل، لكن ليس وقت هذا الجرد. يكفينا أن نقول أن القبيلة قوية، أن القبيلة مهم أن تبرز، وأنا أعتقد أن دخول القبيلة في حماية مارب هو لصالح الجيش ولصالح مارب وضد وستفشل كل المؤامرات، لأن القبيلة غير مسيسة، القبيلة لا يستطيع أن يتحكم بها أحد قبل القرارات التي تأتي على على على, على الجيش. تستطيع أن تصنع فارق في المعركة إذا ما حصل أي إرباك داخل الجيش. أشكرك جزيلا فهد سلطان الكاتب الصحفي، كنت معنا من إسطنبول، عد ضيفي من مأرب العميد حمد. سيادة العميد، قبل 5 سنوات أنتم في مأرب كسرتم الحوثي وهزمتموه لوحدكم، اليوم بعد هذه 5 سنوات وبعد هذا التحالف وكل هذه الأموال والعتاد والآليات العسكرية، عاد الحوثي مرة أخرى ليهدد مأرب وهو اليوم على أبواب مأرب. إذن ما الذي يفعله التحالف والشرعية؟ ما الذي فعلوه خلال 5 سنوات؟ لماذا عاد التهديد مرة أخرى إلى مأرب؟ والله كان في البداية القبائل صح كانت مقاومة، كلها القبائل، كلها 16 مديرية في مأرب كانوا قبائل كلهم، لكن عندما أشرت لك المقدشي عمل جيش في العبر وانخرطت القبائل كلها في الجيش، فتحركنا جيش كنا نظام كنا، والقبائل المقاتلة الآن في الخطوط الأمامية متحركة مع الجيش جندي ومقاومة كلها سوا في خط واحد. أشكرك جزيلا العميد حمد صالح بن وهيت أحد ضباط الجيش الوطني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مأرب عبر الأقمار الصناعية، شكرا لك. وينضم إلينا الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. كيف تتابع اليوم عودة تصدر قبائل مأرب إلى واجهة مقاومة ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة؟ هو في الواقع يعني الأمور لم تعد تحتمل المزيد من الفرقة ومن التهاون، ولذلك أحست القبائل بخطورة الموقف فأرادت أن تستعيد زمام المبادرة كما كان أيام الغزو الحوثي لمأرب في 2015. طبعا الذي حصل أن عندما تشكلت ألوية الجيش بعد ذلك وأريد المقاومة الشعبية أن تندمج ضمن ألوية الجيش، كانت هذه خطوة إيجابية في حينها أيام المرحوم الشدادي الذي كان يأمل بأن يضع نواة جيش وطني يمني قوي ينطلق به من مأرب لتحرير العاصمة وغيرها من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، لكن للأسف الشديد حصل كثير من الإشكالات والكثير من العراقيل والملابسات التي ليس هنا مجال ذكرها أمام الجيش الوطني، لم تجعل أداءه بالذات في هذه المناطق بالشكل المطلوب، مما أدى الآن إلى ضرورة أن تكون القبائل رديفة للجيش، أي استعادة مفهوم المقاومة الشعبية التي كانت في عام 2015 واستمرت بعد ذلك. طيب دكتور محمد، بدأ الجيش الوطني يأخذ مكانها. ما الخطر الذي استشعرته القبائل ورجالها؟ الخطر أنه بعد سقوط نهم في يد الحوثيين أو فرضة نهم تحديدا ونزول الحوثيين إلى الجوف، بدأ الناس يستشعرون في مأرب بأن آخر قلاع الجمهورية معرضة للخطر، وبالتالي لم يعد من المستساغ إيكال المهمة إلى الجانب الرسمي، بمعنى أن بالمفهوم القبلي هناك حدود محددة لكل قبيلة، وبالتالي حسب العرف القبلي بأن دخول الميليشيا إلى أراضي تلك القبائل يعد من ضمن الأشياء التي يعني تكون من العار، تماما كما لو تعرض العرض للانتهاك، هذا في مفهوم الأعراف القبلية. هذا الأمر أدى إلى أن تتداعى القبائل من أجل الدفاع عن أرضها تحديدا، ومن أجل أيضا دعم الجيش واستعادة فكرة المطارح التي كانت
في 2015، واستعارة أيضا كما قلت لك فكرة المقاومة الشعبية. أخي العزيز، نحن بحاجة إلى الخطين، إلى الخط الرسمي الممثل بالجيش، وإلى الخط غير الرسمي الممثل بالمقاومة الشعبية، وأحيانا تكون لهذه المقاومة. طيب دكتور محمد، لماذا نحن بحاجة إلى هذين الخطين بعد 5 سنوات من تأسيس مؤسسة الجيش الوطني؟ ألا يفترض أنه بعد كل هذه السنوات والإمكانية والدعم أن يقوم هذا الجيش بمهمته؟ هذا صحيح أخي العزيز، لكن حتى في ظل الدول المستقرة نوعا ما والتي لها جيوش ليست حديثة العهد ومنتظمة، تحتاج هذه الجيوش إلى مقاتلين غير رسميين يستدعون من وقت لآخر. الجيوش لديها احتياط، وكذلك الجيوش لديها كما هو موجود في العراق، موجود في أكثر من بلد من البلدان العربية التي تضربها هذه الاضطرابات. يوجد الجيش المؤسسة الرسمية، يوجد إلى جانب الجيش مقاتلون غير رسميين يكونون بشكل أو بآخر ردفاء لهذا الجيش. لكن معك حق، صحيح أن الجيش كان يفترض بعد 5 سنوات أن يكون مؤهلا تأهيلا كاملا، لكن للأسف الشديد فكرة تحول المقاومة الشعبية إلى جيش وطني لم تتم بالشكل المثالي الذي كنا نطمح إليه والذي نريده، مما أدى إلى أن تقوم القبائل أو تستشعر واجبها وتقوم بما ترى أنه واجب عليها في دعم الجيش وفي الحفاظ على أراضيها من دخول هذه الميليشيات. وأنا أعتقد أن كثيرا من أبناء القبائل في الأصل هم دخلوا في بنية الجيش الوطني وانتظموا فيه، لكن طبعا نتيجة لعدد من الإشكالات، منها عدم انتظام السجل الوظيفي في الجيش، عدم انتظام المرتبات، عدم وجود بناء مؤسسي منضبط ومبني على أسس علمية ومعرفية عسكرية معروفة، كل ذلك أدى إلى أن لا يكون الجيش بالصورة التي نريد. ومن هنا لابد من تدخل القبائل من أجل دعم هذا الجيش الذي يعني يفترض فيه أن يتحمل هو بالمقام الأول مسؤولية الدفاع، ليس عن مأرب وحدها ولكن عن الجمهورية وتحرير العاصمة بشكل محدد. طيب تبقى معنا دكتور محمد، وأرحب بضيفنا من مأرب عبر الأقمار الصناعية أيضا زميل الصحفي حسين الصوفي. أهلا بك أستاذ حسين. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير لك يا استاذ سامي وللضيوف الاعزاء وللمشاهدين الكرام. ما اهميه القبيله في اسناد الدوله وفكره الدوله من وجهه نظرك؟ اولا دعني ان بعد ان احييكم جميعا، ان يمكن لدي ملاحظه انه النقاش حول ما التفرقه بين الجيش وبين القبيله أعتقد أنه ليس بالأهمية بمكان في هذه اللحظة الوطنية التي يعيشها اليمنيون. طيب ما المهم؟ ما المهم أن يكون الأبناء، ما المهم أن نركز عليه ونناقشه بعد 5 سنوات؟ عادت الدولة والحكومة والتحالف للاستعانة برجال القبائل كأنهم فاقدي الحيلة. النقطة التي أردت أن أدخل منها، الزاوية التي أردت أن أدخل منها وأن أكملها قبل أن تقاطعني أخي سامي، هي أن في العادة في كل مكان في أي مكان في العالم هو الجيش هو يعتبر من أبناء البلد، يعني جزء من التكوين الاجتماعي والنسيج الاجتماعي البلد. حتى في الجيش مثلا منذ تأسيس الجيش من بدايته، بل من يعني في لو استعرضنا أسماء قيادات عسكرية على المستوى الوطني كانت كلها عبارة عن مشايخ في مشايخ قبائل وغيرهم من الرموز القبلية كانوا هم قادة في الجيش. وبالتالي الجيش والقبيلة هم في النهاية الموضوع. هناك خطر وجودي يهدد الدولة منذ 2015، وهذا الخطر الأصل أن يستشعره الجميع وأن يكون الجميع صفا واحدا. وبالتالي لا أرى الأهمية كبيرة أو في هذه التفاصيل، الإغراق في التفاصيل بين حضور القبيلة والجيش. هناك إشكالية نعم في خلال 5 سنوات كما ذكر الدكتور محمد جميح، هناك مثلا تأخر، هناك تقصير
كبير وواضح، وهناك ثغرات كبيرة ظهرت في الجيش، وأيضا هناك أعذار لهم. يعني حينما نتحدث عن وزارة الدفاع مثلا أو عن الجيش اليمني، نحن نتحدث عن يعني جزء منهم الذين كانوا في المؤسسة العسكرية السابقة، والبقية كانوا من أبناء القبائل ومن لبوا نداء الواجب الوطني والتحقوا بالمقاومة، وبالتالي لا يوجد هناك يعني كلية، يعني من يدخلون الآن في الجبهات لم يدخلوا الكلية الحربية مثلا ويدرسوا 3 سنوات، يعني كلهم انطلقوا إلى المعسكرات وإلى الجبهات وإلى الصفوف الأولى في الحرب، وبالتالي التقييم ربما ليس وقته الآن، يعني هذا الذي أردت. أما بالنسبة لدور القبيلة، فالقبيلة كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى، وهي اللبنة الأساسية والمهمة والركيزة التي ترتكز عليها المشروع الوطني منذ اللحظة الأولى، حتى من بداية ثورة 26 من سبتمبر كانت هي الركيزة والحاضرة والفاعلة، وبالذات قبيلة مأرب مثلا. لو تحدثنا عن الشهيد علي ناصر القردعي، فإنه كان هو حينما كلف من قبل الضباط الأحرار ومن قبل الذين كانوا يخططون للثورة أيام الإمام يحيى، كان يعني استعان بقبيلته بمراد التاريخ والبطولة، وكانوا هم الذين نفذوا المهمة التي أوكلت إليهم في اغتيال ومقتل الإمام يحيى. وأيضا بعد استقرار قيام الثورة واستتباب الأمر أو بداية الزعزعة أثناء حصار 70، كما ذكر المؤرخون أن الشهيد أبو الأحرار، ونحن نعيش في ذكرى استشهاد محمد محمود الزبيري، حينما أراد أن يؤمن صنعاء وأن يؤمن الأوضاع استعان بالقبائل، وكان على رأسهم كانت قبيلة مراد حاضرة، حتى أنه ذكر المؤرخون أن وبعض من كتبوا بعض سيرة الزبيري أن الزبيري أسكنهم في صنعاء القديمة وفي الجامع الكبير، وكانوا امتنعوا بعض الأهالي عن إطعامهم وتقديم الطعام والشراب لهم، فخرج الزبيري وقال لهم أن البلد تعيش وضع حرب، وأن هؤلاء يدافعون عن صنعاء وعن اليمن، ويجب على أبناء صنعاء أن يكرموا أبناء قبيلة مراد، وسكن معهم في الجامع الكبير وخيم معهم في خيامهم. وبالتالي القبيلة حاضرة حينما يكون هناك أي يعني تهديد وجودي يمس كيان الدولة ويمس مستقبل البلد، فما معنى القبيلة أن تكون موجودة والدولة تنهار؟ يعني وبالتالي هذا موقف بطولي، موقف مشرف، موقف يعني جاء في وقته. نأمل أن تستشعر كل القبائل الذين يزج بأبنائهم إلى المحارق، كما يرى اليوم وبث المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن أبناء القبائل الذين تم الضحك عليهم وبيعهم الوهم، وبالعكس يعني هدد يحيى رسام أو ضيف الله رسام الذي انتحلوا الحوثيين صفة القبائل وأسسوا كيانا وهميا، كيانا انقلبوا حتى على الكيانة القبلية، قال أنهم سيأخذون أبناء القبائل إلى يعني دروعا بشرية، وهذا ما تم. يعني الذي تم بالأمس أحدهم طفل يعني كان بجوار صخرة، وأراد أن حينما وصل الجيش الوطني أراد أن يقلد أنه ميت، يعني من الخوف والهلع الذي وصل إليه، فوصل إليه أبناء الجيش وقالوا له إحنا أخوانك وإحنا أخواتك، وأخرجوه من المكان الذي كان فيه. يعني طيب، القبيلة اليوم يجب أن تستشعر هذا الخطر سواء كانت هناك أو هنا، ويجب على الدولة بشكل رئيسي أولا أن تستشعر مهامها ودورها في الدفاع عن البلد. طيب سأعود لك أستاذ حسين، أعود مرة أخرى للدكتور محمد جميح. دكتور محمد جميح يقول ضيفنا من مأرب العميد أحمد بن وهيد يثني على دعم التحالف وتحديدا المملكة العربية السعودية في المعركة الحاصلة الآن في مأرب، باعتقادك ما المتاح والممكن والمساحة المتاحة الآن للجيش وللقبائل أن يتم التحرك فيها في المعركة الحاصلة الآن في مأرب؟ هل سيسمح له بالتقدم أكثر أم فقط الدفاع عن مأرب؟ أخي العزيز، يعني هذه مسألة يعني ذكر فيها كلام كثير أن هناك قيودا على الجيش، وهناك من يقول ليست هناك قيود، ويعني تم نقاشها بشكل لم يخرج إلى نهاية، وأنا أعتقد أن هذا الأمر ينبغي أن يطرح ضمن الدوائر المغلقة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة، وبين قيادة التحالف العربي من جهة أخرى، لمعرفة مكان الخلل وهل هناك بالفعل خطوط حمراء على الجيش أم لا. لكن أنا أذكر أنه في 2015 يعني كان الحوثيون يحاصرون مأرب بشكل أكبر مما هم عليه الآن، كانوا قد تقدموا من صرواح
اتجاه الكيلومترات التي تفصل مأرب المدينة عن صرواح، وكانوا قد دخلوا إلى مناطق بالقرب من المجمع الحكومي، ومع ذلك لم يستسلم أبناء مأرب وصمدوا حتى قبل أن تتدخل قوات التحالف العربي بأكثر من بقرابة 6 أشهر. اليوم يعني يتكرر المشهد وتبرز القبيلة، وكما ذكر الأخ صوفي من مأرب القبيلة هي حاضرة ويعني كان لها أدوار، وبما أننا نتحدث عن مجتمع المجتمع اليمني وهو مجتمع قبلي في مجمله، فليس من المنطق أن يستعين الحوثيون بالقبائل التي يسيطرون على مناطقها لأهداف تخصهم هم، ويغررون بالناس لخدمة هذه الأهداف في الوقت الذي ربما يستنكر البعض على القوات الحكومية أن تستعين بالقبائل المدافعة عن هذه عن الشرعية وعن الأراضي المحررة. لا، أنا أعتقد أن القبيلة في التاريخ اليمني كان لها دور كبير وكان لها أيضا أدوار سياسية إلى جانب الدولة. هناك مؤسستان متوازيتان إنجاز التعبير في اليمن، هما الدولة والقبيلة، وكل منهما تعمل وفق مسارات محددة اجتماعية وسياسية. لكن في هذه اللحظة الراهنة أنا أعتقد أن العزم على الأوتار القبلية لدى الناس، تشجيع القبائل على الدفاع عن نفسها وعن أرضها، تشجيع القبائل على الانخراط في معركة الجمهورية، هذا أمر لصالحنا ولا يعيب الجيش ولا يعيب الجمهورية ولا يعيب هذه القبائل، اللي هو مبعث فخر، لأن هذه القبائل عندما تستنفر إلى الجبهة فهي تستنفر إلى جبهة صد الهجوم الباغي المعتدي، ولا تستنفر كغيرها من المغرر بهم إلى جبهات الموت وإلى محالة الهجوم على إخوانهم. بمعنى أن هناك دورين مختلفين، هناك دور المهاجم المعتدي وهناك دور المقاوم الذي يدافع عن الأرض، هناك الذي ضمن تحيط الجبهات الأخرى في اتفاقية ستوكهولم وجبهات أخرى في اليمن وطب كل جهودهم والمغرر بهم من سيطر عليهم بالذهاب إلى العدوان وإلى مهاجمة إخوانه في المأرب وفي الجوف وفي غيرها من المناطق. هذا فرق، هناك فرق بين هذا الجهد والجهد الآخر الذي هو جهد يدافع عن نفسه، يدافع عن أرضه، يدافع عن شرعيته. بمعنى في تصوري أنهم لا يمكن أبدا أن نقارن بين دور معتدي ودور معتدى عليه ومقاوم. وفي كل الأحوال فإن القبيلة الذي أبرز دورها مؤخرا أنه يعني هجمة ضاغطة بشكل كبير، كثف الحوثيون جهودهم من أجل إسقاط مأرب، وبالتالي لم يعد هناك مجال للطرف الجدلي إنجاز التعبير حول دور القبيلة، ولكن رأت القبيلة أنه لابد أن تنخرط بشكل تام معركة الدفاع عن مأرب التي هي تحديدا معركة الدفاع عن الجمهورية. أشكرك جزيلا دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفنا من مأرب الأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين، برأيك دخول القبائل اليوم في خط المواجهة ضد ميليشيا الحوثي كيف سيغير المعادلة العسكرية؟ أعتقد أنه كما ذكر الدكتور محمد يعني حضور القبيلة خاصة قبيلة مأرب، نحن نتحدث عن هذه القبائل الأبية التي كانت لها الشرف اليوم وفي التاريخ وأيضا في المستقبل أنها كانت القبيلة الوحيدة التي حافظت على حياض مأرب وحياض منطقتها ولم تدخلها ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية، لكن دورها وأثر انخراطها في المعركة كما ذكر العميد بن وهيض مع قبائل كل أبناء القبيلة القبائل من كل أنحاء اليمن مهم جدا وأثر في المعركة، وربما بداية يعني هي يعني إن أردنا أن نوصف التوصيف الدقيق فما تم في الأيام الماضية خصوصا بعد المعارك الأخيرة في نهم والجوف كان هناك إعادة تقييم لبعض الإجراءات نتج عنها ما حدث في هيلان، وهذا الانتصار العظيم الذي أحرزه أمس وهذه الثلاثة الأيام الماضية في هيلان وفي صرواح
كان نتيجة هذه الترتيبات التي حدثت في الأيام الماضية من تحمل يعني قيام أبناء القبيلة بدورهم الدور المحوري والمركزي والمهم، أثمر هذه الانتصارات التي كان لها أثر بالغ. أشكرك جزيلا حسين الصوف الكاتب والصحفي، كنت معنا من مأرب عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا الليلة في المساء اليمني، والشكر أيضا موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج المساء اليمني، نلقاكم في حلقة جديدة السبت، كونوا بخير.